بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم. الإسلام دعوة للسلام بين كل الناس حتى لو كانوا مختلفين، حتى إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصف أصحاب الخصومة بالمنافقين. ديننا دعوة كريمة للتسامح والعفو بين كل المتخاصمين، عشان كده ربنا بشر كل وسيط أو ساعي للإصلاح بين أي اتنين بجزاء أكبر من الصلاة والصدقة والصيام، إصلاح ذات البين. يا ترى ايه المقصود بيها وايه اللي الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وصانا عليه؟ تفاصيل مهمه هنقولها النهارده ان شاء الله مع فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وبجميع المشاهدين والمشاهدات. كم من بيوت ومشاكل وأسر كانت ممكن إن هي تفشل وإن البيت يتخرب لولا تدخل بعض الناس بكلمة طيبة، كلمة كويسة تطيب خاطر لإصلاح الحياة بين الاتنين. ربنا سبحانه وتعالى وصانا في القرآن الكريم والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصانا بإصلاح بين الاتنين، إزاي؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ديننا دين لا يحب الفساد أبدا ولا يحب المفسدين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والله لا يحب الفساد. قال الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ديننا دين الإصلاح. قال الله عز وجل حكاية عن سيدنا شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لأنه الإصلاح هو اللي يذهب بالحقد ويذهب بالحسد ويذهب بالكراهية ويذهب بالضغينة. الإصلاح هو اللي يملأ القلب سكينة وطمأنينة، هو اللي يملأ القلب حبا ومودة ورحمة. أساس عبادة الله بعد الإيمان الإصلاح. تخيل حضرتك حد بيصلي وهو متخانق ومتشاحن مع زوجته أو متشاحن مع أخيه أو متشاحن مع جاره أو متشاحن مع زميله في العمل، كيف يعبد الله عز وجل؟ كيف يخشع في صلاته؟ تخيل حضرتك هيبقى مشغول باللي عايز يعمله. بالضبط، يبقى إذن أضاع العبادة بسبب عدم الإصلاح. طيب، عامل فني مهندس في مصنع إزاي هيتقن عمله وعقله أصلا مشغول بما بينه وبين غيره من الشحناء والبغضاء؟ ديننا دين الإصلاح، صحيح، دين الصلح والإصلاح. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. تمام. وقال الله عز وجل وتصلحوا بين الناس، مش الإصلاح بين المسلمين بس، لا، بين المسلمين وغير المسلمين، بين الأقارب وبين الأباعد، بين الجميع. ديننا دين إصلاح ذات البين تماما. قال الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث عظيم جدا يا جماعة بعد إذنكم، اوعى أبدا تبقى سلبي. إزاي أنت عارف ربنا وأنت على علم أن إخواتك الاثنين زعلانين من بعض وأنت ساكت؟ إزاي تبقى عارف ربنا وأنت على علم أن اثنين من زمايلك في الشغل زعلانين من بعض وأنت ساكت؟ إزاي تبقى عارف ربنا وأنت على علم أن زوجتك زعلانة من ابنها واخدين جنب وأنت ساكت؟ إزاي؟ فين دورك؟ ما هو خلي بال حضرتك، في ناس بتبقى قلقانة انها تتدخل فتخسر طرف من الطرفين او تخسر الاثنين. ليه يا فندم اخسر ليه؟ هو انا هدخل بالعدل ولا بالظلم؟ هو في ناس ما تتقبلش يبقى انا قمت بدوري. هو انا خلي بال حضرتك كده بتخلطي ما بين العمل والنتيجه. بمعنى يا عم اتدخل واصلح بينهم، ما هو مش هيتقبله. طب انت عملت؟ لا ما عملتش. طب عرفت انه مش هيتقبله؟ انت فاهمين حضرتك؟ زي ما حضرتك تقولي ايه للموظف بعد اذنك روح هات لي كذا 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 كذا، لا ما انا ممكن ما الاقيهوش فاتح. ايه اللي ممكن ما الاقيهوش فاتح؟ ممكن تلاقيه فاتح. بالظبط يا فندم. فلا تخلط ما بين العمل والنتيجه، دي نقطه مهمه جدا. كتير من الموظفين تقول لي اعمل كذا يقول لك طب ما هو مش هيحصل كذا. انت مالك وما هيحصل؟ فهماني حضرتك؟ تقولي لابنك مثلا ذاكر كذا، ما هو مش هيحصل كذا. انت مالك يا سيدي يا أستاذي؟ لا تخلط بين العمل والنتيجة، اعمل
والنتيجة دي بتاعت ربنا، وتأتي بقى النتائج زي ما تكون. أنا ما عنديش مشكلة في المسألة، ما تيجي النتيجة زي ما عايزة، بس أنا أقوم بإيه؟ بدوري كاملا أعمل. إنما إدراك ما وراء العمل ده مش بتاعتي، قبول حدث ما حصلش، نتيجة مش نتيجة. الحمد لله على الأخذ، الحمد لله على العطاء، الحمد لله على النعمة، الحمد لله في السراء، الحمد لله في الضر، الحمد لله في كل شيء. فمسألة الخلط بين العمل والنتيجة دي كارثة، ومانع من العمل، ومانع من الإتقان، ومانع من الشغل يا فندم. ما يخليش البني آدم يتقدم خطوة واحدة. تخيل حضرتك لما بني آدم تقولي له ايه، قوم انزل الشغل، يقول ما انا خايف وانا بعدي الشارع عربية تخبطني. انت فاهمين حضرتك؟ ما انا خايف لما اخرج الجو يبقى حر. انت متخيل حضرتك؟ انت مالك؟ ما تقوم وتاخد بالاسباب. الا انا خايف، الا اصله مش هيحصل. انت مالك؟ طب ما دور على وظيفه واشتغل. هم هيدوني كام في الوظيفه؟ يا ابني اشتغل، يا ابني اعمل. فهماني حضرتك؟ وده يعني عارفه اساس من اسس الفاشلين، شماعه عشان ما اشتغلش، شماعه يقنع نفسه انه في سبب. بالظبط يا فندم، الاصلاح وظيفة الأنبياء. نكمل؟ ناخد التليفون ونكمل. مدام صحر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله بخير، أهلا بيك. رمضان. السلام عليكم. الله يسلم سعادتك، أهلا بيك. الله يسلمك. دلوقتي حضرتك عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. معلش هطول عليكم. تفضلي. دلوقتي أنا من حوالي 6 شهور لقيت دبلة ذهب في المحل عندي. كانت صاحبتها قالت لي ان هي وقعت وانا ما كنتش شفتها. بعدها بيومين لقيت الدبله. لقيتها بعدها بيومين. لقيت ايه؟ لقيت الدبله. لقيت الدبله، دبله ذهب. يعني انت في واحده دخلت عند حضرتك المحل ضاع منها الدبله وسالتك عليها ما كنتيش لقيتيها؟ بالظبط. فانا لقيتها بعدها. فانا باكتر من طريقه نويت عن وجود الدبله عندي. فالدبله بقى لها 6 شهور. وانت ما تعرفيش صاحبتها دي؟ ما اعرفش صاحبتها نهائي، لان هي كانت واحده عميله دخلت عندي. فانا الدبله دي يعني مقرقاني، فمش عارف اعمل ايه. هل اتصدق حقها لصاحبتها ولا اعمل ايه بالظبط؟ تمام. تاني سؤالي فضلت الشيخ، دلوقتي انا ليا بنتي متوفيه بعمل لها صدقات. تمام. جه حد قال لي انت الصدقات دي اللي بتعمليها ملهاش اي لازمه. ليه؟ الصدقات لازم تكون هي بتعملها، اي انسان بيعمل صدقه لنفسه هو عايز. اللي انت بتعمليه ده بتعمليه لنفسك انت مش ليها هي. فطبعا انا عايزه اعرف صحه السؤال ده. حاضر. تمام. السؤال الثالث، حضرتك في زياره المقابر في العيد، انا عارفه ان هي بتقول ان هي حرام. تمام. وسمعت كتير وسالت وقالت ان هي حرام، بس انا يعني كنت دارسه حديث عن الرسول عليه السلام. هي غير مستحبه مش كده؟ الرسول عليه السلام كانت السيده عائشه سالته بعد صلاه العيد، كانت اتاخر، فقالت له السيده عائشه اين كنت يا رسول الله؟ قال لها كنت بعيد على اخواني شهداء احد. فهل كان عارف؟ مفيش حديث كده يا فندم. مفيش بعيد على شهداء احد. أو كنت على إخواني في البقيع. لا يا فندم، مش يوم العيد يا فندم. تمام. مش يوم العيد. طيب، هو ده في السؤال يا فندم. حاضر حاضر. تبين يا مدام صحر، تعمل ايه في الدبله اللي لقيتها دلوقتي ومش عارفه صاحبتها؟ اول حاجه دي اسمها لقطه. المفروض تعرفها على الاقل في حدود عام. بعد العام افضل ان هي تتصدق بثمنها لصاحبتها، تؤجر على ذلك وهي مأجورة أيضا. طيب، الصدقة اللي بتطلعها لبنتها المتوفية وبيقولوا لها أنه أنت كده يا الصدقة دي ما تنفعهاش بأي شيء؟ والله هو أنا رقم واحد ياريت نمنع فضيلة الشيخ قالوله. فضيلة مولانا الشيخ قالوله ده، دي كارثة كبيرة جدا. دي شغلانة دلوقتي. بالضبط يا فندم. كل اللي يكلمني يقولوله بس هم قالولي. مين يا ابني اللي قالولك؟ يا حبيب الله يرضيك، اللي دماغه مصدعة مش هيروح لمهندس يكشف على دماغه، اللي عايز يبني بيت مش هيجيب طبيب يبنيهوله. اشمعنا الدين كل اللي رايح واللي جاي يتكلم فيه؟ فالله يرضيكم، دي كارثة، دي كارثة. بلاش فضيلة الشيخ قالوله، ادي واحد. وبلاش فضيلة الشيخ جوجل، لان كل فتوى، الفتوى فن، الفتوى صناعة، الفتوى معرفة النص تمام، ومعرفة الواقع وتحقيق المناط بينهما مع التيسير المدلل. جوجل مش هيقوم بده، جوجل ما عندهوش للذكاء الاصطناعي اللي جاي لنا. فانتبهوا لده يا جماعة. رقم ثلاثة، اللي بيتكلم فيما لا يعنيه بيمنع خير كبير جدا. يعني هو دلوقتي الشيخ قالوله ده بيقول لها ما ينفعش تتصدقي، لازم هي اللي تعمل الصدقة لنفسها. جاب منين هذا الكلام؟ اهو ده بالظبط مناع للخير. ليه؟ لان هو للأسف الشديد كذب على ربنا وعلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فين الدليل؟ عند البخاري ومسلم من حديث سعد
ابن عبادة. خلينا أقولها ببساطة، الحديث في البخاري ومسلم، سيدنا سعد ابن عبادة كان في سفر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضرت أمه الوفاة، أمه في سكرات الموت، فبيقولوا لها يا أم سعد ألا توصينا؟ قالت بما أوصي ولا مال لي. نصه يا فندم، يعني هي ما عندهاش فلوس، هي ست فقيرة، والمال مال سعد، يعني المال مال مين؟ ابنها، وما وصتش ومات. ثم عاد من السفر وعلم بوفاة أمه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، فبيقول له إن أمي ماتت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ يعني مش من فلوسها ولا هي تصدقت في حياتها. قال نعم تصدق عنها يا سعد. واضحة جدا هي، يعني الشيخ قالوا له ده كذب على سيدنا، عمرنا ما سمعنا كده بالضبط. يعني الشيخ قالوا له ده لو في شخص ما يعني اتنين ما فيش بينهم وبين بعض صلة قرابة، أعتقد أنه لو عايز يتصدق لصديق لي لجار لي لحد من معارفة ما عليك تصدقي على بنت الست المتصلة وأنت لا تعرفينها، الله يعلمها، ده باب من أبواب الخير يا فندم. يا رسول الله أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها يا سعد. يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء. خلص الحديث، الحديث واضح جدا، ما يطلعش حد يقول إيه أصل الصدقة الجارية عن المتوفى في ضرب من الخبل. إيه يا جماعة ده؟ يا جماعة اتقي الله عز وجل، جزاكم الله خير. طيب هنجاوب على السؤال الأخير، بس ناخد أم إياد. أم إياد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. والسيد الشيخ عامل ايه؟ الله يسلم سعادتك، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كان عندي بس سؤال كده. اتفضلي. بص حضرتك، انا متجوزة بقالي دلوقتي 10 سنين تمام، ومعايا دلوقتي 3 اطفال. كان في بس مشكلة بين جوزي وبين اهلي داخلة في 5 سنين، يعني ايه مشاكل كده عائلية، وهو منعني حتى ان انا احضر لاختي اي حاجه، منعني ان احضر فرحها، منعني ان احضر اي حاجه. هي المشكله بين جوزك وبين اختك بس؟ المشكله بين بين جوزي وبين اختي طبعا، دخل فيها يبقى مش اهلك كلهم بابايا. عشان تبقى الدنيا واضحه، لا دخل فيها طبعا بابايا ومامتي وكده يعني وعيلته. طب السبب ايه؟ السبب طبعا ان هو ايه جوز اختي دوت، هو يعني حصلت مشكله بينه وبين جوزي، فاتمنعنا عن بعض انا واختي، احنا 3 بنات. زوجك معاه حق ولا لا؟ هو معاه حق ومش معاه حق، يعني هو غلط وده غلط. هما كان في بينهم بعض شغل او شراكه في شيء؟ لا لا خالص. امال ايه سبب المشكله؟ اكيد هي المشكله كلها بس ان يعني ايه حصلت مشكله بينهم هما الاثنين، يعني ايه كان في طبش وكده، بابايا ما عرفش يحل المشكله فكبرت. بس فدلوقتي هي اختي داخله على اولادها، وهو طبعا حالف ان انا ما احضرش ليها اي حاجه. فانا لو حضرت يبقى كده يبقى انا وقعت حلفاني. هو حلف؟ هو حلف طلاق. قال حلف طلاق؟ فانا مش عارفه اعمل ايه، يعني احضر مولدتها؟ لا ما تحضريش. لا ما تحضريش، اسمعي كلام جوزك وقبلي راسه ويديه، ولما زوجتك ولما اختك تذهب الى بيت والدك ويبقى جوزها مش موجود، استأذني جوزك وروحي اطمني على اختك. هي هتولد اصلا عند والدتي في البيت. تمام، هي هتولد عند والدتي في البيت. فانا طب انت جربتي تقولي طب جربتي تقولي له ان انا عايزه اروح احضر؟ جربت وهو رافض تماما الحوار ده. تمام، بس فانا مش عارفه اعمل ايه. تمام حاضر. تبين يوم اياد زياره المقابر في العيد. اصلا يا جماعه العيد للفرح، والمقابر بتدعو إلى أنه الشجن والأحزان وهذه الأمور، فكيف يجتمعان؟ بالإضافة إلى أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد يوما معينا لزيارة المقابر. ما فيش حاسمها بقى ليلة الجمعة ولا ليلة الخميس ولا الكلام ده، ولا روح أبويا بتهفف علي، ما ينفعش الكلام ده خالص، ولا 15 ولا 40 ولا 50 ولا سنوية، ما فيش الكلام ده خالص. ويجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يزور المقابر بالضوابط الشرعية في أي يوم دون تحديد موعدا معينا. إنما مسألة أن سيدنا النبي راح يعيد على شهداء أحد، هذا لم يثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مؤيد، نعم، هل من حق الزوج أن هو يمنعها عن أختها؟ بصي حضرتك، نقولها كده في نقاط. رقم واحد، على أهل الزوجة أنهم يحترموا الزوج. تمام. وعلى الزوج أن يحترم أهل زوجته وما يقطعوش عن بعض. رقم اثنين، لما يكون فيه خطأ من أحد الطرفين لابد أن المخطئ يعتذر، الاعتذار من شيم الكبار. الاعتذار من شيم الكبار. فإذا كان جوز أختها غلط في جوزها، يبقى ينبغي أن جوز أختها يعتذر لزوجها.
تمام. رقم 3، اذا زوجها اقسم ان هي ما تروحش في اثناء الولاده، تنفذ قسم جوزها وتسترضي زوجها وتطيب خاطره وتستاذنه انها تروح بعد ذلك، يبقى كده نفذت الكلام. طب مش هو كده حرام عليه؟ مش كده قطع صله رحم؟ اصل احنا ما نخلي بال حضرتك، احنا ما سمعناش من الطرف الثاني. وهي لما قالت هي كانت صادقه وقالت اه معاها حق، واضح انه اتغلط فيه. واضح انه هو اتغلط فيه. هي بتقول لك معاه حق وما معهوش حق، ده غلط في ده وده غلط في ده. ما هي تقصد ايه؟ معاه حق انه اتغلط فيه وليس معه حق في منعها. احنا برضو ما سمعناش من الطرفين، فاحنا بنقول كلام عام، لان ممكن لما نيجي نسمع منه تلاقي مواضيع تانية خالص وشيء تاني ورؤية تانية. لان احنا معظمنا برضو بيحكم لان بنسمع من طرف واحد. الله يبارك في عمرك. فانا انصح ان هي ما توقعش كلام جوزها وتسترضي زوجها وبعدها بيوم او يومين، وخاصة ان اختها مش لوحدها، اختها معها الام ومعها الاخ ومعها زوجها ومعها اولادها. فموضوع انها تهدد بيتها بالزعزعة وعدم الاستقرار لهذا الامر، انا لا ارجح ذلك. تسترضي جوزها وتعدي يوم الولادة، تاني يوم الولادة، ثم تستأذن من زوجها حتى ولو جوزها هيروح معاها، تقول له تعالى نعمل الواجب، انا نفذت كلامك وما وقعتش قسمك، فعشان خاطري انا مش عايزاك تقابل ربنا بقطيعة الارحام. وانا بقول لكل راجل، يا سيدي انت اخذت زوجتك من اهلها، اوعى تساعدها ابدا في قطيعة الارحام. حتى هي نفسها لو مش عايزة تروح قول لها روحي مع الامن والامان، يعني خلي في ما خلي بال حضرتك، احنا بنقول في الاعم الاغلب. طب لو كان اهلها لا ياتي من وراءهم الا الشر، برضو ما يقطعش الرحم، ولكن في الحدود. بالظبط يا فندم. تمام. طيب نروح ناخد مدام ياسمين. مدام ياسمين اتفضلي. عامله ايه يا استاذه لمياء؟ الحمد لله بخير. لو سمحت عايز اسال فضيله الشيخ عن حماتي. اتفضلي. خير. انا حماتي هي مش راضيه باي حاجه انا بعملها خالص، ودي حاجه مزعلاني جدا. يعني انت عايشه معاها؟ اه. عايشه معاها في بيت واحد ولا لا؟ انا عايشه شقه لوحديها، بس ايه بروح لها كل يوم. بس هي مش راضيه، يعني مش عارفه اراضيها. هي عايزه ايه طيب؟ هي انا بشتغل تمام، نزلت شغل قريب، فهي عايزاني ان انا اشتغل وادفع كل الفلوس في البيت، وانا عندي اطفال صغيره. في بيت مين؟ معلش تدفعي كل الفلوس في بيت مين؟ هي شاري حته ارض باسمها. فهي عايزاني ادفع الاقساط. طب وانت مالك؟ وانا عايزه سامعني؟ وانت مالك بالاقساط؟ ما هي ابني معايا، ابني صغير 4 سنين معايا، فهي بتقول لي خلاص انا هقعد بابني وانت اشتغلي. فانا عايزه اشيل حاجه لعيالي لوحديها، فانا جوزي بيصرف على البيت كله، يعني على اخواته، وكمان في اختي معاها بنت بيصرف عليها. وعليها هي وحماتي متجوزه. حماتي متجوزه ومعاها عيال، بس العيال قاعدين معاها هي، فبيصرف على كل البيت. فانا يعني احنا عايزين نرضيها، احنا زعلانين ان هي زعلانه، بس انا كمان مش يعني. طب موقف جوزك ايه من الكلام ده؟ هو بيقول لي طب احنا عايزين نرضيها، ندي نص المرتب بتاعك مثلا ونص التنش ليه، بس هي مش راضيه، هو المرتب كله مش راضيه، وانا مش عارفه ارضيها، وخايفه كمان يكون يعني ان انا اتحاسب على كده، فهم على طول بيقولوا رضا الحماه ورضا الحماه ورضا الام ورضا كده. حاضر. عندك اي سؤال تاني؟ طب ماشي. وجوزي برضه يعني هي زعلانه منه، عشان هي بتقول له انت مش عارف تسيطر عليها، مش عارف تمشي عليها، وعلى طول زعلانه منه في السبب ده. طيب حاضر. ده حرام ولا ايه؟ حاضر. طب اينا ياسمين رايك ايه فضلت الشيخ؟ والله هو الأصل أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمعاملة الطيبة ما بين البنت وما بين حماتها، والبنت تعتبر حماتها زي أمها، والحما تعتبر زوجة ابنها زي بنتها. بالضبط. دي نقطة مهمة جدا. لكن في مثل هذا الظرف والحما مشتريه قطعة أرض وعايزة زوجة ابنها تدفع الفلوس كلها في أرضها، هذا ليس من حقها. على حسب سؤال المتصلة اللي وراء الموضوع، هل الموضوع أبعاد أخرى؟ نحن لا نعلم، لكن على حسب السؤال اللي وارد لينا في التليفون اللي سمعناه، ليس فرضا عليها إطلاقا، وتراضيها بأي أسلوب وتعاملها معاملة طيبة. طيب والزوج؟ هي بتقول أنا خايفة يبقى عليا ذنب. ما هو من إيه؟ أصله الكلام على وضوحه ده ما فيهوش ذنب. ذنب إيه؟ يعني واحدة ست حماتها مشتريه قطعة أرض باسمها، ما هو هي قالت إيه؟ أصل بيقولوا لي برضو تنشي خلوه. طبعا لازم رضا حماتك عليكي ورضا الأم ومش عارفة إيه، فهي الأمور عندهم مختلطة ببعضها. برضو نرجع تاني ونقول إن إحنا ما سمعناش من الطرفين، هل الموضوع أبعاد أخرى؟ هل وراء الكلام كلام آخر؟ لكن يعني لو زي ما هي قالت بالظبط
دايما دار الافتاء ولجنة الفتوى في الازهر علمونا حاجة حلوة قوي. اذا كان الحال كما ورد بالسؤال فليس على المتصلة الكريمة ذنب وعليها ان تحسن عشرة حماتها. خلصنا على كده. تمام. بس. طيب. مدام دليدة. لا انسة. اهلا بيك اتفضلي. الحمد لله بخير. انا كلمت حضرتك كذا مره قبل كده لو تفتكري. فكريني معلش. بس اسمك جديد عليا مبدئيا. لا انا كلمت حضرتك قبل كده وكنت بشتكي دايما ان انا تعبانه نفسيا. طب فكريني. طيب معلش. طيب ما علينا اخش في الموضوع لو عشان مش هاخد من وقت حضرتك كتير. اتفضلي. عايزه اسالك الشيخه رمضان على حاجه بس. اتفضلي. دلوقتي انا الحمد لله خلاص انا عندي 19 سنه. هو انا مش سامعك كويس. خطبت لابن عمتي. هو شخص محترم جدا 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 وكويس وبيحبني جدا كل حاجه فيه. انا دلوقتي انت ايه معانا ولا مش كويسين مع بعض؟ بتقولي ايه؟ انا وهو كويسين مع بعض الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. سؤال واحد بس. انا دايما في مش عايزه اقول مشاكل في مسافات كبيرة قوي بيني وبين والدي. دلوقتي انا خايفة المشاكل دي او المسافات دي تأثر عليا وعن حياتي اللي جاية. انا ما صدقت اطلع من كل الضغوطات اللي انا كنت فيها زمان. كل اللي انا عايزة اسأله اعرفه انا اعمل ايه عشان والدي يبقى كويس الكام شهر اللي انا قاعداهم فضيته لحد ما. هو انت ايه مشكلتك مع والدك؟ بحاول افتكر ايه مشكلتك مع والدك؟ دايما مشاكل ودايما مش عايزني ودايما متقبلني. حتى اهلي بيفضلوا يتكلموا معايا اللي هو انت ممكن كده ما كانت تعمل كده. مش متقبلك وايه؟ مشاكل وزي مش مستحمل كلامي وكل حاجه. تمام. انا كل اللي انا عايزه اعرفه بس دلوقتي اعمل ايه بس عشان يرضى عني او يعملني كويس. انا جربت والله العظيم جربت كل الحلو. كل الحلو. انت ليكي اخوات؟ ايوه. طب هو علاقته ايه باخواتك؟ كويسين الحمد لله كويسين. طب هم إيه؟ هم دايما بيتكلموا معايا انه طب هو في ايه خلاص هي بقت مرحله جديده مثلا دلوقتي. هو بيتضايق منك في ايه طيب؟ ايه اللي مضايقه منك؟ كل حاجه. ان انا مثلا انا ما اتكلمت اي كلمه لا يلا نتكلم بس مش كويس مش عارفه ايه وانا ما فيهيش. ايوه اقصد في موقف في موقف بينك وبينه. وانا موقف ولا اي حاجه. انا كده لوحده كده لوحده. انا بقول لحضرتك انا لو وحشه اكيد اهلي مش هيقولوا لي والدتي او اخواتي هيقولوا لا ما ينفعش كده. فكل اللي انا عايزه اعرفه دلوقتي اعمل ايه؟ حاضر. اسال بس إيه؟ انا والله العظيم وحياه ربنا ما مقصره معايا اي حاجه. انا تحت رجليه كل اللي هو بيطلبه بيبقى موجود حتى من قبل ما اللي هو يفكر هو عايز يعمل ده ولا ما يعملش. انا البنت الوحيده في البيت اخواتي كلهم متجوزين انا عايشه معاه بجد تحت رجليه. والدتك موجوده؟ ايوه موجوده معايا بس انا ما هي مش عايزاها تعمل اي حاجه. انا اللي عايزه ابقى كل حاجه وبالذات ابويا بحيث ان انا اقرب منه على قد ما اقدر بحيث ان انا اكون معاه على قد ما اقدر. انا بس عايزه اعرف حاجه واحده اعمل ايه؟ ومع خطيبي ده هو كويس جدا 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 بس هو كان حصلت له حادثه وايديه يعني الشريان فيها يعني في شريان اتقطع من ايده. دايما حاسس بالعجز والنقص ودايما يقول انا خايف ما بقاش قد المسؤوليه دي بس هو متعلق بيا جدا وبيحبني جدا جدا ودايما انا بتكلم معاه واقول له انا جنبك واقف معاك. انا بس عايزه برضه اعمل ايه معاه بحيث ان هو تترد له الثقه دي. حاضر حاضر. تبين يا دليل. طيب تعمل ايه مع والدها وهو مش متقبل منها اي شيء خالص؟ عايزه الكام شهر اللي هي موجوده فيهم لحد ما تتجوز تبقى العلاقه بينهم من بعض طيبه. رقم واحد عدم القبول ده لابد ان له سبب. ليه سبب طبعا. تمام. فتحاول ممكن يكون حدث منها شيء وهي لا تقصد وفهمه الاب خطا فما اجمل الحوار بين الناس. يعني ما اجمل ان ممكن تكون عملت كده. احنا بنتكلم عموما يعني ممكن تقبل راس والدها وتقبل ايديه وتقول له يعني انت زعلان مني ليه؟ ايه اللي مزعلك مني؟ انا شايفاك كذا كذا كذا. ممكن يكون هو ما يقصدش. ممكن يكون لما كبر السن وهو بيحس بالم ولا حاجه فالالم ده بيبقى طالع نوع من التكشير على وجهه هو لا يقصد. ممكن بعض الناس كده وهو من جوه راضي وزي الفل. فاحنا ما اجمل ان احنا نتكلم مع بعض. دي نقطه مهمه قوي قوي. الزوج وزوجته بلاش نظام احنا بنزعل من بعض وندي ظهرنا من بعض من غير ما نتكلم. لو زوج زعل من زوجته يقول لها انا زعلان من كذا. لو زوجه كذلك. لو اب من ابنه. لو ابن من والده. ما يبقاش فيه تراكمات. بالظبط يا فندم. يعني نصفي كده ونفلتر الدنيا. فرقم واحد البنت تكلم والدها
وتقول له انا شايفك زعلان، يقول لها لا يا بنت انا مش زعلان، ده من الالم بس، يبقى خلاص الموضوع منتهي. طيب ونقطه تانية، لو ما اتكلمش وهو هي شايفاه لسه مش راضي، تتقي الله فيه، بتعامل ربنا فيه قبل جوازها وبعد جوازها. مش معنى ان هي الشهرين ثلاثة دول وبعدين هتتجوز خلاص انا خلصت وبعدت، لا، ده والدها قبل الجواز وبعد الجواز، تعامل فيه ربنا. يعني تعاملي معاه بما يرضي الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى. لا، ونقطة تانية يا فندم، هتعامل فيه ربنا وتعمل معاه اللي يسعدها لما هي تبقى في نفس الظروف. تمام، يعني هي دي، انا اعمل مع والدي ووالدتي اللي لما اكبر يسعدني ان اولادي يعملوه معايا. نقطه مهمه جدا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وتكلم والدتها انها تكلم والدها من وراها، هي بتقول كلهم بيتكلموا معايا، خلاص زي الفل، ولا نضغط بقى، نحسن إليه ونتقي الله فيه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. طيب هي بتقول إن خطيبها عنده إعاقة وعنده مشكلة في إيديه وحاسس بأنه يعني حاسس شوية بالنقص، إنه ممكن يكون مش قد المسؤولية، أو تتعامل معه برضو إزاي؟ رقم واحد إن هي ترضيه بقضاء الله، الترضية بما قدر الله وقضى، يعني اللي حصل قدر الله ما شاء فعل، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تخليه يرضى، يرضى بما قسم الله عز وجل، فتربط أمره بربنا دي رقم واحد، وتخليه يكتر قوي من قربه من ربنا، من القرآن، من الذكر، من التسابيح، من التلاوة، من الصلاة، الكلام ده بيعمل سكينة وطمأنينة قوي 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 قوي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فتربط أمره قوي بربنا، تقربه من ربنا، تبقى وسيلة كده من وسائل الأخذ بيده إلى أبواب الخير. رقم اثنين، تديله هي الحاجات العاطفية، احنا محتاجين كلنا الحاجات العاطفية، التقدير والإعجاب والتقبل والثقة، ودايما تكبريه، انا مقدرك قوي، انا معجبة بيك قوي، انا متقبلك قوي، انا اثق بك قوي، عشان تبقي دافع ليه ان هو لو دخل اي شغل او اي حاجة تبقي دافع في الحياة ليه ان هو يستمر بشكل افضل. طيب الضوابط اللي تكون موجودة في الشخص اللي يتدخل بين اثنين. جميل جدا، رقم واحد ان يكون مخلصا لله رب العالمين، انا هصلح ما بين اثنين يبقى انا مخلص لله، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، نقطة مهمة جدا، وان خفتم شقاق بينهما، يعني لو خفتوا ان في زوج وزوجة زعلانين من بعض، فبعثوا حكما من اهله، يعني من اهل الزوج، وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا. فالمصلح لابد ان يكون نيته حلوة، ليه؟ لانه ممكن يبقى مصلح وداخل يتمنظر، انا اسف يعني، بعض يبقى عايز يعمل فيها كبير، وانه يعني منظره، وانه حلو كده، وانه شايف نفسه، وانه انا لا لا خالص، انا بعمل ده لربنا. فيبقى رقم واحد الاخلاص، رقم اثنين ان يعلم ان الذي يفعله عباده لله عز وجل، لانه الاصلاح بين الناس. اقول لحضرتك حديث مفاجاه، تخيلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بدرجة هي أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ هقول لكم على حاجة لو عملتوها ده أفضل عند ربنا في الأجر والثواب من الصلاة والصيام والصدقة، النوافل مش الفروض، النوافل يا جماعة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ذات البين هنا معناها يعني الإصلاح بين المتقاربين، ولد وابوه، بنت وامها، أخ واخوه، جار وجاره، زميلين في العمل، الدائرة. لو كل واحد فينا قام بحق الدائرة اللي حواليه، الدوائر هتتكامل والدوائر هتنصالح. دور على الدوائر اللي حواليه، خليك إيجابي، إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ عارفة حضرتك لما يكونوا اتنين زعلانين من بعض وتقابلوا، ده شتم وده شتم، خدوا ذنوب ولا لا؟ طبعا. طب ده جه سب وده سب، خدوا ذنوب اكتر ولا لا؟ طب ده ضرب وده ضرب، تمام؟ عيلة ده جه وده عيلة ده جه، بقت ايه؟ كارثة. طبعا. الكلام ده كله يدمر دين الناس، خراب. بالظبط.
فايه يبعد الناس عن ربنا، شيل الناس ذنوب كتيره جدا. فكان الامر فساد ده حلق دين الناس، حلقه. شوفي حضرتك لما اسيادنا اللي بيحلقوا لنا بيمسك كده يحلق الشعر يقصه تماما يشيله تمام، فالفساد بين الناس يشيل الدين كده، يبعد الناس عن ربنا، يخلهم يكذبوا، يخلهم يحقدوا، يخلهم يحسدوا، يملأ قلوبهم بالشحناء، يملأ قلوبهم بالبغضاء، حتى لو الواحد فيهم صلى هو مش مركز اصلا في الصلاه. ففساد ذات البين يا جماعه كارثه. الزوج والزوجه متخانقين هيصلوا ازاي، الزوج والزوجه متخانقين هيتقنوا العمل ازاي، هيبقى في راحه ازاي في البيت ولا استقرار، الزوج والزوجه متخانقين هينام ازاي، هيستريح ازاي، الزوج والزوجه متخانقين هيربوا اولادهم ازاي، ده هيطلع الوعي المتوتر والاضطراب وتلاقيه عصبي، وتلاقي بعض الناس تتصل الولد عصبي جدا، طب وانت عصبي تقول جدا، طب وابو عصبي جدا، طب انتوا عايزين يطلع الولد هادي ازاي؟ انت متخيلة؟ طب يطلع الولد هادي ازاي؟ ده الظروف دي اكبر ظروف واحسن ظروف يطلع منها متوتر، يطلع منها مضطرب، يطلع منها مشوه نفسيا. فهداؤوا الله يرضى عنكم، اسكنوا السكينة، السكينة، الطمأنينة، اهدى، اصلحوا ذات البين. فاول شرط في المصلح الاخلاص، تاني شرط العبادة، تالت شرط ان يكون عادل بين الطرفين، رابع شرط ان يكون على علم كامل بالموضوع نفسه، اخيرا يجوز له ان يكذب في الاصلاح بين الناس. فضيلة الشيخ، واحنا بنتكلم دايما عن اعمال الخير وعن الصدقات ويعني وعمل الخير والوقوف جنب الناس اللي ممكن تكون محتاجه، ويمكن جمعيه البر والتقوى ليها اكتر من مبادره وليها مشاريع كبيره جدا لاسعاد الناس والوقوف جنب الناس وتلبيه احتياجاتهم ورغباتهم. لو اتكلمنا بالتحديد عن المرض والوقوف جنب شخص مريض والإحساس والمعاناة بالشخص اللي ممكن يكون بيتألم من خلال مستشفى البر والتقوى بدمياط اللي بدأتها الجمعية يمكن من أكتر من 10 سنين، ومساهمة أي شخص بالصدقة في داخل المستشفى أو فيما تحتاجه المستشفى. شوفي حضرتك، لما نيجي نعمل حاجة اسمها ترتيب الأولويات، لو أنا هتصدق أول واحد الأولى بصدقتي الجائع ولا العطشان ولا المتألم المريض؟ المتألم بالضبط. ولذلك ده نفس الترتيب لفقه الأولويات اللي ربنا في الحديث القدسي الجليل رتبه لي. في الحديث القدسي الجليل الصحيح: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، بعدها استطعمتك فلم تطعمني، بعدها استسقيتك فلم تسقني، بعدها استكسوتك فلم تكسني. أربعهم رقم واحد مين؟ مرضت فلم تعدني. ونسب الله المرض إلى نفسه، حاشاه، لا يصيبه ذلك من مما يحدث للبشر، إنما مبالغة في أن ما تفعله للمريض تجد أثره عند الله عز وجل رحمة وبركة وعطاء وشفاء وعافية لك ولأولادك. مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعد، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني لوجدت رحمة الله، لوجدت العافية، لوجدت الشفاء. ده زكان ده لمجرد العيادة، فكيف بمن يخفف ألم المتألم؟ المساهمة في المستشفى ده أعظم زكاة جارية ممكن أعملها، أعظم صدقة جارية ممكن أعملها. ده مجرد يا فندم لما أروح أعود مريض، شوفي المظهر الجميل، شوفي ما شاء الله حاجة مشرفة، شوفي المبنى عظيم إزاي ومشرف إزاي، لأنه الجمعية جمعية البر والتقوى، شوفي السراير أماكن فندقية. أسأل الله أن يشفي كل مريض ويشفي الناس يا رب جميعا، مسلمين وغير مسلمين، لأنه لما بيجي يعمل حاجة بيعملها لربنا، بيعامل ربنا سبحانه وتعالى. جمعية عظيمة، مصداقية وكفاءة وأمانة وعمل مؤسسي وعمل إداري، شيء عظيم، بيعمل شيء لله عز وجل، بيعمل لأنه ربنا في القرآن قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، بيعمل لأنه يعلم أن الصدقة تقع في يد الله قبل ما تقع في يد الفقير، هو بيعامل ربنا سبحانه وتعالى. ودايما شعارهم أسيادنا الفقراء إحنا معاك. لما حد من أسيادنا الفقراء يدخل المستشفى يلاقي شيء مشرف، مكان كويس ينتظر فيه، مكان
كويس للعمليات، شيء معد إعداد عظيم جدا. ما شاء الله المستشفى تقريبا فيها كل التخصصات، فيها كل غرف العمليات، فيها كمان دور كامل للمرضى المسنين، وده كمان شيء مهم جدا. تقريبا فيها كل حاجة ما شاء الله يعني. فيها ما شاء الله، اللهم بارك. ده الناس تشوف يعني، ده الجمعية دايما أقول عليها ساعة جريد، همزة وصل. شوف زكاتك، شوف صدقتك قدام عينيك وفرح بيها، مهما كان العمل قليل جدا هو عند الله عز وجل كبير. اللي انت شايفه قليل طبعًا عند ربنا كبير، وعند كبير. الناس اللي محتاجين ده كبير برضو قوي. فتخيل بقى لما حد من أسيادنا الفقراء يدخل المستشفى، يلاقي القسم اللي هو عايزه، يلاقي معمل التحاليل اللي محتاجه، يلاقي مكان للأشعة، يلاقي مكان للدواء، يلاقي الطبيب بيستقبله كويس والممرضة بتستقبله كويس. شيء عظيم جدا، عمل متكامل من الأعمال جمعية البر والتقوى، ومستشفيات كثيرة، ومساجد كثيرة، ومزارع كثيرة، ومحطات مياه كثيرة جدا، لأنه عمل مؤسسي وإداري وجماعي عظيم قوي. وفي أهول الغرف مكتوب عليها، أي حد بيبقى عايز ياخد غرفة كصدقة يبقى متكفل بيها، بيتحط اليافطة اللي عليها اسمه طبعا. صدقة جارية لفلان أو لفلان، زكاة جارية، يجوز صدقات جارية. زكاة جارية يعني إيه؟ يعني زكاة في مكان العمل فيه مستمر. زكاة ايه بقى؟ زكاة مال. زكاة مال اقدر زكاة اطلع مال. زكاة مالي هناك. ما زكاة الفطر ده في رمضان بس. ماشي. اقدر اطلع زكاة مالي طبعًا هناك. طبعا المستشفى لانها بتخدم اسيادنا الفقراء. فالمستشفيات مصرف من مصارف الزكاة. وزكاة جارية. يعني مستشفى جمعية البر والتقوى مصرف من مصارف الزكاة. ليه؟ لأنها بتقدم الخدمة الطبية لأسيادنا الفقراء، وتقدم الخدمة العلاجية لأسيادنا الفقراء، وبتعمل العمليات لأسيادنا الفقراء، فهي رايحة ليهم. وما أعظم، تخيلي حضرتك حد من أسيادنا الفقراء ودخل فوجد الأمر مجهز، وفرج الله عز وجل على أيديك كربه، قد إيه أنت أدخلت عليه الفرح والسرور، قد إيه لما خففت ألم المتألم. أنت مش للمريض بس، المريض وأسرة المريض وعائلة المريض وبلد المريض. انت متخيله حضرتك؟ لانه اصل المريض ما بيبقاش هو اللي بيتألم بس، ده كل اللي حواليه بيبقى ألمهم شديد برضو جدا. والله يا فندم من اعظم ما اتقرب به الى الله بجد كزكاة جارية، كصدقة جارية، المساهمة في مستشفى جمعية البر والتقوى. مش معنى انه المستشفى بدأت تشتغل وبدأت تستقبل المرضى انه خلاص كده مش محتاجين حاجات، بالعكس، هي اول ما بتبتدي تشتغل الاحتياجات بتكون اكتر. ناس كتير جدا يعني كلنا تقريبا داخل بيوتنا عندنا بعض الادوية اللي ممكن تكون خدنا منها كبسولة واحدة، خدنا منها شريط واحد والباقي موجود، علبة ما تفتحتش من أساسه. كل الحاجات دي الجمعية ممكن ان هي تستقبلها وتاخدها، وبالفعل بتنفع ناس كتير جدا ممكن يكونوا مرضى. عارفة حضرتك من مبادئ حياتنا اللي لازم نخلي بالنا منها، مش الوصول فقط الى القمة، لا، قد تصل الى القمة، لكن الاهم انك تستمر على عملت ايه بقى، انك تعمل عمل عظيم، بس المهم في متابعة العمل العظيم، انك تبدأ مشروع طيب، المهم في الاستمرار. ولذلك اعظم شيء يقربني الى الله مش الطاعة، الاستمرار على الطاعة. ولذلك اكبر دعوة احنا بندعيها في حياتنا كلنا يوميا مش اقل من 20 مرة، وانا متوضي وواقف ومستقبل القبلة، اهدنا الصراط المستقيم، الاستمرار. ولذلك اعظم ما اتقرب به الى الله عز وجل الاستمرار في الصدقات، الاستمرار في متابعة عملي ومتابعة صدقاتي. الحمد لله المستشفى اشتغل، تم ليها مصاريف ضخمة جدا، محتاجة بعد كده حاجات كتير، الكهرباء والمياه والأدوات الطبية والصيانة والرعاية والخدمات والعلاج والأدوية والأشعة. لا لا لا، ده موضوع كبير جدا. فالله يرضيكم، مهم أوي المتابعة، مهم أوي الاستمرار، مهم أوي الديمومة. ربنا بيحب من الأعمال الأدوم وإن قل. تابع، كمل صدقاتك. ومن علامات القبول الاستمرار، من علامات القبول أتبع السيئة الحسنة تمحوها، من علامات القبول ثواب الحسنة الحسنة بعدها. من ضمن المشاريع العظيمة والمبادرات العظيمة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى هي محطات التحلية. نعم. للمناطق اللي ما فيهاش مية ومش صالح فيها ان يكون فيها أبار. من الحاجات اللي بلغوني بيها، من المتابعات اللي انا بتابعها مع الجمعية، لان لازم اعمل متابعة، بلغوني بحاجة عظيمة جدا.
حاجة لحبايبنا واخواتنا في شمال سيناء، بتجهز الجمعية لمحطة تحلية عملاقة في شمال سيناء. المحطة كبيرة جدا، المحطة هتتكلف بالملايين لأن الحفرة على عمق كبير قوي، وعلشان صحرة وقوية الحفرة يبقى أعمق من الأماكن التانية. تكلفة متر الحفر غالي قوي أكيد، بس عملوا دراسة للحفر هيعدل 2 مليون جنيه الحفر بس، لسه بقى الأدوات والأجهزة بس الأجر والثواب أكبر من كده بكتير. ولذلك هي محطة عملاقة، فقسموها الأسهم، السهم بيبدأ من 1500 جنيه، فاحنا محتاجين نساهم قوي في المحطة دي لأنها تخدم 11,000 مواطن. محطة العملاقة في عند إخواتنا وحبايبنا وأهلنا في شمال سيناء، محتاجين نسارع بالمساهمة فيها لأنها تكلف تكلفة ضخمة جدا جدا. وهو ده العمل اللي بتعمله جمعية البر والتقوى، بتعمل عمل عملاق، بتعمل عمل منظم. المكان محتاج جدا المحطة، وده كمان فايدة المؤسسة، يعني انه احنا كأفراد عمرنا ما كنا هنعرف ولا نقدر نقوم بعمل زي ده حتى لو مجموعة مع بعض، ولا نقدر كنا نوصل لمنطقة زي دي ونعرف احتياجاتهم ايه بالظبط. ده بقى ميزة الجمعية، بتعمل دراسة كاملة زي دراسة الجدوى قبل ما تعمل مشروع. المكان ده محتاج، ودرست قد ايه الاحتياج الناس، درست عدد الناس اللي هينتفعوا بهذه المحطة. الموضوع مش مجرد عمل وخلاص يا جماعة، ده نقطة مهمة جدا. الجمعية عمل عملاق، جمعية البر والتقوى عملاقة في شغلها، أمينة جدا، عندها مصداقية، عمل مؤسسي، عمل جماعي، وتعاون على البر والتقوى، وبتعمل عمل قوي جدا. فاحنا محتاجين نسارع بالمساهمة في المحطة دي لأنها في غاية الأهمية. وأعظم ما أتقرب به إلى الله عز وجل كصدقة جارية، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم سقي الماء. فتخيلي كمان لما بنسقي ماء ناس مش ما فيش مية حلوة حواليهم، هتخدم 11,000 مواطن من أهلنا في شمال سيناء، كأنه عدات حسنات بقى صدقة جارية. طول ما حد بيشرب شربة مية، مش 11 بس يا فندم، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لو سقط إنسان مسلم ولا غير مسلم، سقط حيوان، سقط طير، سقط حشرة، في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، لأن المياه أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ولذلك من أعظم ما أتقرب به إلى الله عز وجل شربة ماء لعطشان. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. يعني حضرتك أبسط حاجة، الإزازة قدامي وكوباية حضرتك فارغة، فجيت فاتح الإزازة وصبيت لحضرتك مية. حضرتك مش أهل للصدقة ولا أنا أهل للصدقة، لكن دي اسمها صدقة أخلاقية، صدقة جميلة. فتخيلي حضرتك اللحظة الأخلاقية للست اللي سقت الكلب، فشكر الله لها. دي لحظة الميلاد الحقيقية لها، دي لحظة فاصلة في حياتها، دي لحظة فارقة في حياتها، لأننا لا أعلم ما العمل الذي يتقبله الله عز وجل. يا ما أعظم فعلا الصدقة لله تبارك وتعالى، قبل ما نندم بعد وفاتنا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لي وأكن من الصالحين. فأساس الصلاح وأساس أنك تبقى من الصالحين أن تكسر من الصدقة، فأصدق وأكن من الصالحين، وربنا يتقبل. ربنا نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي، ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يهدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماعة لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص، اللهم صلي وسلم
وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.